احتفلت أسرة كلية ترسانت الأردن بعيد القديس فرانسيس الأسيزي، وذلك بقداس إلهي أقيم في كنيسة مار فرانسيس التابعة للكلية في جبل الويبدة بعمان. ترأس القداس المونسنيور حنا الكلداني كاهن رعية السويفية للاتين، بمشاركة مدير الكلية الأب رشيد مستريح وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة وطلاب ومعلمي وإداريي الكلية وحشد من الراهبات، وحضور شخصيات دينية وإعلامية وعامة وجمع من المؤمنين، فيما أحيت ترانيم القداس جوقة الكلية. وبعد إعلان الإنجيل المقدس بصوت الشماس جبران سلامة، تحدث راعي الحفل المونسنيور كلداني بعظة روحية استعرض فيها خصال القديس فرانسيس محب الله من خلال الأخوة والطبيعة وحب الجمال. بدأت رحلة ماري فرانسيس بتحول جذري، فقد ولد في عائلة ثرية وتخلى في نهاية المطاف عن ممتلكاته واختار حياة الفقر والبساطة. لقد فهم أن الثروة الحقيقية لا تكمن في الممتلكات المادية، بل في علاقاتنا مع الله ومع بعضنا البعض. وهذا يدعونا للتأمل في حياتنا اليوم. هل نتمسك بالأشياء التي تصرف انتباهنا عن رحلتنا الروحية؟ كل واحد منا عنده رحلة روحية، بدأ من العماد، كل حياة المسيحية. هل نحن على مثال فرانسيس على استعداد لاحتضان البساطة والكرم في هذه الرحلة الروحية؟ يعلمنا فرانسيس أيضا التواضع في عالم يعطي الأولية في كثير من الأحيان للمكانة والإنجازات، فقد وضع نموذجا لنهج متواضع في الحياة. لقد رأى نفسه كأخ لجميع المخلوقات، مدركا ترابط الحياة. كيف يمكننا أن نمارس التواضع في حياتنا اليومية؟ كيف يمكننا أن ننظر إلى الآخرين باعتبارهم هم إخوتنا وأخواتنا؟ كيف ندرك معا قيمة الحياة، قيمة الإنسان، قيمة البيئة؟ فنحن في هذه الأيام ننظر لماري فرانسيس كمثال وشفيع ونهج لحياتنا المسيحية. وعند التقادم سار موكب من أبناء الكنيسة يحملون الرموز التي تشير إلى السلام والعائلة والمحبة والقربان. وفي نهاية القداس قدم رئيس الكلية الأب رشيد مستريح كلمة شكر فيها راعي الحفل وجوقة الكلية والكشافة والمعلمين وكافة الحضور. وبعد نيل البركة الختامية توجه الجميع لتبادل التهنئة بالعيد المبارك.